النهارده احنا هنتكلم عن سر من اسرار واحده من الموضوعات دي او الاطباق دي، وهي رموش الست. يا رمشي رمشي عين رموش الست اللي انت قلت لنا هتعملها يوم الخميس مع عيون الست. مع عيون الست، شفت انا حافظه ازاي؟ بص يا سيدي بقى، انت قلت لنا امبارح على موضوع رموش الست ده. انا بقى خدت بعضي ورحت نازله ايه؟ جايبه رموش الست. لا لا طبعا، امال ايه؟ انا كده انا لازم اجيب اصل الحاجه وفصلها قبل ما اكلها، اعرف انا باكل ايه. فرحت نازله جايبه شويه كتب كده تراثيه وحاجات اتثقف بيها كده عشان اعرف اصل الموضوع. اصل المسمى بيقول لك بقى ان اصل الموضوع دوت كان في عن قصه، استنى هقولها لك عشان متلخبطه، انا جايباهم لك كلهم. رموش الست. القصه دي اصلها او بيتقال عنها انه الحاكم بيبر اغا، حاكم طرابلس، هو كان دايما معروف يا شيف ان هو بيعمل عزومات كبيره جدا وبيعزم فيها عليه القوم. المهم هو قاعد كده فكر لما هيعمل عزومه لبعض المعزومين اللي جايين له، قال للطباخين بتوعه جمعهم وقال لهم انا عايز اعمل اكله النهارده تكون جديده لاول مره بتتعمل تكريما لضيوفي اللي جايين بيكرمهم. المهم عملوا صنف حلو حلو مش حادق على شكل عين برموش وتكون بارزه. الطباخين بقى داخلين يقدموا الوصفه دي وكل قاعدين والمعازيم قاعدين يعني. ففي راجل من ضمن اللي قاعدين معروف بخفه الدم. فالبربر اغا بيساله بيقول له ايه رايك في الصنف؟ طبعا سال كل اللي قاعدين وقاعدين راح للراجل ده ساله، عامل زي عبد فبيقول له ايه ايوه دمه خفيف برضه. فبيساله انت ايه اللي هل عجبك الصنف؟ قال له هايل. المهم وهو بيقول هايل لسه بيقول رايه في الصنف، فدخلت واحده جميله جدا عليهم وهما قاعدين، راح قال له ايه ده؟ لا دي الطبق ده لازم يتسمى رموش الست. الرمش اللي قتلني، الرمش اللي قتله. بالظبط كده في الدخلت هو عايز يعكسها وهو بياكلها، فالرمش هو دمه خفيف فهو جابها بالطريقه بالزبط. دي.